قولي لي بقى ايه اللي حصل لابنك؟ انا ابني ما كملش حاجه، رايح المدرسه يا دوبك 10 دقايق من البيت للمدرسه، وبصيت لما لقيت العيال جايين يجروا من غربهم، جايبينه له فاستيهم وعين دم وبيقول ايه البيت ده، كورلس ضرب هاني بعينه بمطوه في عيني. انا جريت ملهيه، ما كنتش عارفه اعمل ايه ولا اجي، ما كنت زي المجنون لغايه برغم ابني كان قدام ما كنتش نظره لما زهلت. وانا عايزه حق يعني هو عيل وقت في مصر اللي انا خدته، لو بينه ما بينه مشاكل ولا ضايق كنت طلعت وراه لغايه المدرسه وكنت وقفت له، لكن ما بنوش انا مثلا ما بقول حبيبي عملت ايه، اتكلمت معاه قبل كده قال لي يا امي انا ما بنيش وما بينه حشتين تكو، ولا بينه ما بينه خلطه، ولا مشيت معاه ولا قعدت معاه في اي مكان، ده هو جاي غلس عليا ويهزر وما اقول له اهزر معاك، قلت له انا مش بتهزر يا عم بعد بدعانا، انا مش محب ودن انا طبيعي مكسوف كسوف، واسال على الدنيا كلها، اسال على اللي مستم قبل المسح في البلد، ان حد قال لي غير كده على عاقبين احنا. بتطلبي بايه دلوقتي؟ اطلب عايزه حقي، عايزه عني، مش عايزه حاجه غير عني بس، ولجحت وهو محبوس في اوضه زي فرخه، يعني زي فرخه مكبوسه، اديك شفت الاوضه ومقفل، عيل داير عيل بيطلع خش وسط العيال يتحبس الحبس اللي انت شفتها دي، وهم يطلعوا ابنه ولسه يتكلم ويرغوا ويقولوا يا الفرق اللي لقيتي. اللي مصاب ده ابن اخويا 7:30 الصبح، الحق الويد اتضرب في عينه بمطوه قدام الباب، جرينا لقيت الفراشين واقفين والاساتذه واقفين وواحده من الفراشات، وقالت ان اتضرب بمطوه في عينه فضت عينه، طلبنا الاسعاف، الاسعاف جت من هنا الساعه 8:10، طلعنا رحنا مستشفى الاميري، مستشفى الاميري بعتتنا على مستشفى الجامعه، مستشفى الجامعه الدكتور في توم شافه تقريبا اسمه زياد رئيس القسم، قال ده عينه لازم تتفرغ، احنا ما عندناش غير التفريغ هنا يا دكتور، نحيلك يديرك ده لسه عيل صغير، قال احنا ما عندناش غير التفريغ وما نقدرش نعمل ازيد من كده. طيب والحل ايه؟ قال خلاص تعالوا مدوا لي على ورقه وانا هقوم بتفريغ عين الواد. طبعا احنا على رغبتنا احنا خدنا الواد وديناه مستشفى العربي في القاهره للعيون. هم خدوا بعضهم وطلعوا بالعربيه على المستشفى العربي، وانا خدت بعضي وتوجهت للمركز، فتحت محضر باسمي، والمحضر كتبت فيه ان فلان الفلاني اتعدى على ابن اخويا بمطوه وطعنه في عينه، وخدوا اجوالي وقالوا خلاص روح انت. من ساعتها للنهارده من يوم 16، النهارده كام؟ 21، من 16 ل 21 اشتكيت لمدير الامن ما حدش بعت لي، اشتكيت للوزير ما حدش بعت لي، اشتكيت ورحت وزير التربيه والتعليم، رحت الرئيس المباحث ما حدش بعت لي، رحت انا طبعا النهارده لوكيل الوزاره شرحت له الموضوع وريته التقارير، انزعج جدا وقال انا هاخد اجراء وما نعرفش ايه اللي تم. لا النيابه بعتت سالتني ان انا فتحت محضر، تعالى اللي فتحت محضر وعملت ازعاج للسلطات، تعالى احنا نسالك انت فتحت محضر يوم 16 وما تقفلتش، انت بتتهم ده بناء عليه قبل ما يفرج عنه، لكن هم ليهم واحد في النيابه فانا بطالب. يعني دلوقتي الولد هرب؟ الولد هرب. هرب بمين؟ باسم من الشرطه ومن الحكومه ومن الناس اللي شغاله في الامن. انا بطالب الامن الوقتي يقبض على الواد وعلى امه ويقدمهم للمحاكمه طبعا طبقا للتقارير. عين الواد راحت، مين هيدينا عين؟ احنا عايزين عينه، من الوزير عايزين عينه، من الغفير عايزين عينه، من مدير المدرسه عايزين عينه، عايزين وزير الداخليه يكلف رئيس المباحث، احنا مش عايزين غير القانون والحق بس، احنا مش طالبين حاجه غير الحق بس. جرينا على الزيطة لقينا الواد غرقان في دمه، واللي واقفين في المدرسة ما حد سأل خالص جوا المدرسة، والعيال جوا عرفت في بعضيها، لا حد عم يسأل من الأساتذة ولا حد عم يسأل من اللي واقفين على الباب، ولا في أمن ولا في حاجة أبدا. عرفت بقى إيه اللي حصل مع ابنك وقتها؟ أول ما وصلنا هناك يا ابني مين ضربك؟ قال فلان ضرب الولد ضربه بالمطوة. اكثر واحد شفته قال لك ده ايوه ابن فلان ضربه، وده قال ابن فلان ضربه، وكله انكر من الخوف عشان قالوا له ما حدش يقول على الحقيقه اللي هيكون مش وانت عارف العيال بتخاف، كله خفي وكله نزغ الناس لخوفه لا يسقط، اللي خوف العيال دي يعني المدرسه هي اللي قالت لهم كده. ايوه اكيد بالفيديو اللي هدي العيال دي المدرسه اللي هدتهم من مديرهم لاصغر واحد فيهم. يوانا انت في سنه كام؟ ثانيه اعدادي. قولي لي بقى ايه اللي حصل؟
انا كنت كنا قاعدين كلنا انا وصحابي في المدرسه مستنيين امتحان العمل. فاي انا دخلت كده فلقيته الواد اللي هو كرولس هو مشهور ببسة. لقيته بيجري عليه وبيهزر معاه فراح كان معايا ما عرفتش بيجري على هاني معاه بتاع كده راح ضرب حاجه حديد كده ضرب. ف هما طلبوا الاسعاف وجم وخدوه. هو اصلا بس دوت مشهور بقله الادب وبيشتمني وانا قاعده في الفصل يعني بجاوب وساعات باجي افعلهم في الفصل يروح اكتب اسمه عشان هو بيشاغب يروح ضربني يشتمني وبيضرب اصحابه اللي قدامه وبنشكي للمدير ومش بيرضى يعمل معاه حاجه ودايما على طول شجي شايفاه. المدرسين في المدرسه عملوا حاجه؟ لا ما عملوش. كانوا يطلعني يجروا ان هما يطلبوا الاسعاف يتفرجوا على الواقع شافوها بس هما ما عملوش حاجه ولا قالوا الكرولز ده اي حاجه سابوه عادي. هنا احمد خليل. هني انت عندك كام سنه؟ 14. ايه اللي حصل معاك؟ انا واقف جي اهزر معايا. مين هو اللي هزر معاك؟ واحد اسمه كرولس. معاك في المدرسة؟ قمانا جهز معاه زر غلز قمانا زهت انا قلت ما تتزرش معايا عشان زر غلز وبدت راح مطلع المطوة وضربها في عيني. يعني هزار بينكو كان عادي؟ هو جهز انا مش محب هزر مع حد ولا حد يهزر معايا عشان الزر في الاخر ما يقلي بجد. راح هو جمع يهزر معنا قلت له ما تهزرش معايا هزر اغلس وقال راح طلع موت وضربني في عيني. حصل ايه بعد كده؟ بس بعد كده بعد ما ضربني انا ما انضربتوش. هل كان في شهود على الواقعة دي لما حصلت؟ كان في بس كله قال كله خايف. كله خايف؟ الواقعة حصلت جوه المدرسة ولا بره المدرسة؟ قدام الباب بتاع المدرسة. طب ومفيش حد دخل من المدرسين ولا مدير المدرسه؟ مدير التربيه والتعليم تقول له ايه؟ اقول له عايز حقي ولو ويفتشوا العيال وهي داخله لو حد معاها طاوله كده.